تابع هذه الضمانة لجميع المواطنين مش فقط للقضاة. هل ممكن نضع المجلس لا بتاتا، يا اما مجلس اعلى للقضاء مستقل ومنتخب، والا قضاء تابع للسلطه التنفيذيه وقت يولي ما ثم حتى معنى لدوله القانون المؤسسي. سي سمير، ماذا تنتظرون اليوم من مجلس وزراء اللي باش يشرف على رئيس الجمهوريه؟ ما ننتظر حتى شيء، تكون ثم مواصله في نهج الفردي، نهج القرارات الفرديه المسقطه التي لا تبالي باراده احد، لا المحامين لا القضاة لا المجتمع المدني، وهذه خطوة أخرى توري أنه ما ثمش حتى إرادة الإصلاح، وإنما ثم فقط إرادة لجمع كل السلطات وتجميع كل الصلاحيات وقتها معاش ثم حتى معنى. تراجع هو تراجع ما ثمش تراجع، هو إخراج لفظي فقط. القرار هو حل المجلس على القضاء، وحاليا ما جاء حتى قرار آخر ينقضه أو يراجعه. بارك الله فيك.